احنا معانا على الهاتف من العراق الكاتبة العراقية لينا مظلوم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، تحياتي. اهلا للمشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم. الحقيقة يعني 12 صاروخ باليستي اطلق من ايران، مش من وكلاء ايران في العراق، واللي بيتقال انه استهدف منطقة سرية اسرائيلية. في وجهة نظر حضرتك، هل ده ممكن يعتبر استثمار من إيران للحرب الأوكرانية الدائرة علشان تصفية بعض الحسابات، ولا إيران يعني شهيتها اتفتحت إنها بشكل أو بآخر تجد لها مكان في توازن القوى الجديد؟ بالتأكيد هذا أحد الأسباب اللي ذكرتيها. السبب الآخر هي مفاوضات جنيف. هذه الأسباب الخارجية، وإيران تعرف جيدا كيف تستثمر هذا. أما بالنسبة للحدث فهو طبعا يعتبر أكبر تصعيد في الشرق الأوسط، تاريخ الشرق الأوسط المعاصر. إلى أكثر من دلالة، الأولى أنه أول مرة يعلن نظام المولالي في إيران أنه المسؤول. قبل ذلك كان يتنصل، لكن الجميع ده أول إعلان فعلا، ده بالفعل أول إعلان من إيران أنه أنها مسؤولة. رغم أنها إيران سيدتي هي المسؤولة عن كل عمليات الصواريخ والاستهدافات للسفارات الأجنبية وإلى غير ذلك، كل ما سبق أن عاناه العراق. بالتالي فهي لأول مرة تعتمد. ثانيا يعني يأتي في وقت رمزي جدا، وهو مقتل قاسم سليماني، ذكرى مقتل قاسم سليماني. فهذا التوقيت أيضا له دلالة، له دلالة معينة. أما بالنسبة لأكاذيب، وإيران لا تصدر سوى أكاذيب أنه هناك هذا مقر للموساد أو إلى ما غير ذلك، لا بالتأكيد فهذا مجرد عبث، مجرد تريد الرد في أنه هي، لأنه إيران هي التي بادرت منذ عام 2019 تقريبا، أوائل 2019، إلى نقل صراعاتها مع أمريكا وإسرائيل إلى أرض العراق. نعم. فهو فهي التي بادرت وجعلت منه أرضا لصراعاتها وإدخال العراق في حرب، كما يقال لا نقتلها فيها ولا جملها. فبالتالي وهذا يعني شوفي، الإرهاب ومارس الإرهاب هو معتاد من الأنظمة التي تتخذ من الشعارات الدينية والمتاجرة لها. يعني نحن نعلم أن التنظيمات التكفيرية، عمل التنظيم التكفيري في التكفيري داعش في العراق، ادعت الميليشيات الموالية لإيران أو التي تتحدث باسمها وتنتهج بأوامرها أنها تحارب ضده. هذا ما كان الزعم الذي حاولت تصديره للعالم، لكن في الواقع هو هناك اتفاق ومصالح مشتركة. العمليات الإرهابية تظهر من عناوينها، إما من التنظيم التكفيري داعش أو من ميليشيات إيرانية. أيضا توحدت المصلحة فيما بينهما، وهذه الرسالة السياسية من هذا العملية الإجرامية الأخيرة، على إفساد العملية السياسية التي شهدها العراق. العراق طبعا طبعا. إيران تريد أن تقول أنه أنا سأسيطر، ولا تظنون أنكم يعني أنا مشروعي في العراق سيهزم. الحقيقة يعني إيران تعلم تماما أنه لا يوجد مراكز سرية إسرائيلية. أيضا أعلن محافظ أربيل اليوم أنه لا يوجد أي مؤسسات سرية لا لإسرائيل ولا لغيرها. لكن الملفت أنه بالتأكيد إيران تعلم أنه تصرفها بما أنها أعلنت أنها المقصد هو هدف إسرائيلي، أنه بالتأكيد هيكون في رد من إسرائيل، بدليل أنه أعلنوا اليوم أنه أي رد إسرائيلي سيعقبه رد أقوى وأشد. بالتأكيد هي المناورات الضرب يعني حاصل بين منطقة بين سوريا، حدود سوريا العراقية، وأمس انتقل إلى شمال العراق. بالتأكيد يعني هناك رد إسرائيلي أو تأهب أيا كانت الساعات المقبلة، يعني
لكن تعودنا الردود أن تكون من يعني إنه لها حسابات دقيقة. لكن كل ما يعني ما أريد أن أقوله أن الردود الإسرائيل أن إيران هي مسؤولة عن هذه الردود الإسرائيلية، إدخال الردود الإسرائيلية داخل العراق. وأنا كتبت مقالة عن حين تم 2019 استهداف عدة مقرات للحرس الثوري وقواعد تصنيع الصواريخ في العراق، وكانت أهداف منتقاة بدقة. حينها أعلنت أمريكا أن هذه لا تعلم شيئاً عن الطائرات، رغم أن المعروف أن أمريكا تسيطر على الأجواء في العراق وإيران على الأرض، هذه حقائق ثابتة معلومة يعني. فإذا من هي الطائرات؟ فأنا كتبت مقالة المستور لم يعد مستوراً، فهي طائرات إسرائيلية رصدت هذه، لأن العراق من بغداد أو العراق بشكل عام وصول الصواريخ إلى تل أبيب مساحتها متاحة عن نقطة أخرى، فهي هذه يعني مراقبة شديدة. فهذه هي خطورة المنزلق الذي تريد إيران استمرار العراق. فالبقين يا سيدتي، سواء أيا كان نوع عقيدة التيارات التي تتاجر بالإسلام مع اختلاف عقيدتها، رغم أننا نعرف أن العقيدتين أن العقيدة للتيارات التكفيرية التي خرجت من عباءة تنظيم حسن البنا هي متأثرة بالفكر الشيعي، فإذا هي تنظيمات تتبنى نفس الآليات، القتل، التفجيرات، الإرهاب، الترهيب، فرض نفسها بقوة السلاح، الصواريخ، بأي قوة، يعني هذا هو آلية فرض نفسها ووجودها. لا تتونى عن ممارسة صراعها في بلد بريء ما زال يحاول مداواة جروحه. هذه كلها بالنسبة لها ثانويات، نحن نعرف أنها يعني انتهاجها دموي، وهذا حقيقة وليس يعني رأي أثبته التاريخ يعني. فبالتالي هذه السلسلة هي يعني تعبر بي 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 يعني بوضوح وبشكل مجرد عن فكر الأنظمة التي تتاجر بالأديان، وهي أبعد ما يكون يعني عن هذه الأديان بالتأكيد. عن هذه الأديان. أنا بشكر حضرتك جدا الكاتبة العراقية لينا مظلوم على وجود حضرتك معنا، شكرا جزيلا.